ترد السيلة ترحيبة هل المنطقة مرحبا في ربوع المندق الصحية العالمية بين نبتة الخزامة وبساتين النفل والورود ونحن ما نسير إلا مع طاعة ولا تمرنا لا 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 بقت الورد نهديها تريح قلبي المتعب اللي يسمع حنينه في جنوبي مرحبا يا كل من شرف المندق وزار هذه المندق ديار الطبيعة والجمال عصبة زهران حيا المداين والرجال الشجاعة والكرم والتسامح والتواصل من حضارتنا العريقة ومن تعليمنا عد ما يتعاقب الليل لدلج والنهار مرحبا يا كل من شرف المندق وزار هذه المندق ديار الطبيعة والجمال عصمة زهران حيا المداين والرجال الشجاعة والكرم والتسامح والتواصل من حضارتنا العريقة ومن زعيمنا ناصر شلالي
السلام عليكم. السلام. هلا والله. هلا يلا حيا. بارك الله فيكم. شيخنا الأستاذ علي بن صالح. أي. تربوي قديم وصاحب تجارب ومثقف. ما شاء الله. يعني أنا أعرف إنك متعطش لما أكلمك بالجوال إنك ودك تلتقي الرجل هذا. يعني بيصير باله طويل علينا. لا لا إن شاء الله. بحول الله قوته إن شاء الله. وبيأخذكم إن شاء الله في جولة ويعطيكم معلومات عن المحافظة كاملة اللي تحبه حتجد عند الرجل هذا. الله يسلمك. يا مرحبا. يا مرحبا. حياكم الله. الله يطول عمرك. ودنا الله يطول عمرك يا ابن المندق تكلمنا عن المندق. وش المندق؟ واول مره انا اجيها. نحن يا ابو حسام من اسعد الناس باي ضيوف ياتون الى هذه المحافظه. اي لاننا عشنا على الطيبه وعلى الكرم وعلى حب الاخرين وعلى ضيوفنا من اي مكان كانوا. فكيف عندما يكون الضيوف من التلفزيون السعودي؟ الله يسلمك. الواجهه الحضاريه والواجهه الاعلاميه لمملكه الانسانيه المملكه العربيه السعوديه. فمرحبا بك، واي سؤال استعدينا نجيبك عليه ان شاء الله في هذه الصدفه المباركه. رب صدفه خير من ميعاد. وحياك الله يا ابو حسام، اسال ما شئت. ما شاء الله منطقه الباحه صارت المركز السياحه والناس ما شاء الله بالصيف زحمه هنا يا ليت نعرف عن تاريخ المندق. تاريخ المندق كمحافظة من محافظات منطقة الباحة التي تزخر بالتطور والحضارة والتقدم في هذا الزمن، زمن الخير والبركة ولله الحمد. وهذه المحافظة اللي هي محافظة المندق هي إحدى محافظات منطقة الباحة التي هي فئة ألف، محافظة المندق، محافظة البلدرتي، محافظة المقواة. وهذه المحافظة ولله الحمد وصلت إلى ما وصلت إليه كما شاهدتموها من أو تشاهدون من خلال تنقلاتكم ورحلاتكم. وأنا أعلم علم اليقين أن هذه الرحلة المباركة سيكون لها أعظم الأثر لسكان مملكتنا ولمن يبحث عن السياحة داخل المملكة وخارجها، سيجد فيها بغيته إن شاء الله. يا ليت تحكي لنا عن تاريخ المحافظة الجميلة. تاريخ المحافظة يا أبو حسام، هذه المحافظة ما هي إلا عدد من القبائل. القبائل كيف تكونت وكيف بدأت؟ عندما قدر الله سبحانه وتعالى أن يتهدم سد مأرب في اليمن، نزح الناس من تلك الأماكن وكونوا وسكنوا في الأماكن المرتفعة من سلسلة جبال السروات. يقول حمد الجاسر رحمه الله في تاريخه الطويل عن هذه المحافظة وعن المنطقة الجنوبية بل عن المملكة العربية السعودية عموما، إن هذه القبائل أحدثت وتكونت بعد سد مأرب. صحيح أنها لم تكن 100% من أولئك البشر الذين أتوا من اليمن. كان في سكان. كان في سكان ولكنهم قليلون. نعم. توسعوا بعد تلك الهجرة التي وصلت إلى هنا وانتشرت. صحيح. القبائل وانتشر المواطنون وانتشر السكان واستمرت هذه الحياة، والحياة تمر 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 جيلا بعد جيل وتتطور. نعم. وتتقدم، وهذا فضل من رب العزة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ثم دارت عجلة الزمن وأتت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان من السباقين مواطني هذه المحافظة. كان أولهم الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، وصل إلى مكة المكرمة، ثم قريش أرادوا أن يصرفونه عن الدعوة وعن محمد، إلا أنه بعقليته وبفكره وبعلمه الذي كان يملكه قبل أن يسلم قال لابد أن أستمع لمحمد صلى الله عليه وسلم. أستمع إليه فوجد أن تلك الدعوة حقيقية وأن ذلك الرجل لا يتكلم من فراغ، وأنه لابد أن يكون هناك وحي إلهي نزل عليه من السماء. فأسلم، وبعد أن أسلم عاد إلى دوس وأسلم معه أبو هريرة، كان من أوائل المسلمين من هذه المحافظة ومن منطقة الباحة عموما. ثم استمر ذلك الإسلام لتلك الأسر حتى وصلوا إلى 70 من محافظة من دوس ومن محافظة المندق عموما. وبعدها استمرت الحياة تنمو إلى أن أتى الله وأراد الله أن يقيض لهذه الأمة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. ففي عام 1344 هجرية أتى مندوبه ليخبر، وكان هنا موجودا ابن إبراهيم رحمه الله الشايب، ليس أمير البحر ولكنه أبوه، وكان هنا مسوي خيام الناس من حوله في عام 1344 هجري. وأتى المندوب من الملك عبد العزيز يبشره بفتح جدة في تلك السنة. هذه المحافظة نعمت بتلك الخيرات وبهذه الخيرات واستمرت إلى يومنا هذا، واستظل إن شاء الله يديم الله. سأل الله أن يديم هذه النعمة التي ننعم بها ونستمتع بها. ويا مرحبا بكم، وأي سؤال آخر بارك الله فيكم. المندق من وين جاء الاسم؟ التسمية يقال حمد الجاسر، يقول حمد الجاسر رحمه الله إن الأسماء لا تعلل، ولكنه قال عندما سئل عن المندق قد
ناس نكون مخطئين وقد نكون مصيبين، ولكنني أنا اجتهدت معي مجموعة زميلنا اسمه علي السلوك أسأل الله برضه من المؤرخين في المنطقة، فوصلنا إلى أن المندق كانوا يدقون الطعام ويطلقون على السويق الحب ويدقونه دقا ويطعمونه للحجاج الذين يأتون من اليمن ويصلون إلى مكة المكرمة ثم يعودون من هناك، فأطلق عليها المندق من دق الطعام حتى يقول أحد الأدباء الكبار وفي المندق أقيم لنا لقاء تضوع بالشذا والمكرمات. من خلال هذا الحديث معكم يا أبو حسام ومع التلفزيون السعودي أنا أعجبت كما أعجب غيري، ونحن نتمنى من ثقافة وزارة الإعلام ومن ما وصلت إليه من التطور والارتقاء أن تنقل للمملكة خصوصا وللعالم عموما ما وصلت إليه مناطقنا من التطور والارتقاء. ولذلك أنا أعجبت عندما رأيتكم وأتذكر أبياتا من الشعر أقول حمدا لمن علم الإنسان شاعر، ما شاء الله عليك، يعني قد أكون شاعر وقد أكون اقتبسته من أحد زملائي الأدباء الكبار ما دامك بحال النادي الأدبي أكيد. حمدا لمن علم الإنسان بالقلم رب الوجود عظيم الجود والكرم، ثم الصلاة على الداعي لخير هدى لسائر الخلق من عرب ومن عجم، ثم السلام عليكم يا أحبتنا ما جادت المزن للأزهار بالديم، أقول لكل مستمع لقناة الأولى التلفزيون السعودي تسلم. ثم السلام عليكم يا أحبتنا ما جادت المزن للأزهار بالديم، تشريفكم أرضنا حقا أضاء لنا ليل السرور فأنتم منبع الكرم. تسلم الله يسلمك ويطول عمرك ويبارك فيك وما قصر. شكرا الله يجزاك الله يعطيكم النعمه ويبارك فيكم ويسعدكم. وانا اتمنى يا ابو حسام انقل عن مواطني هذه المحافظه خصوصا المنطقه عموما اننا في حاجه الى من ينقل الله يسلمك ويبث حضارتنا وثقافتنا وتاريخنا التاريخ الاصيل التاريخ الذي لا غبار عليه، واشكركم من كل قلبي اصاله عن نفسي ونيابه عن مواطني هذه المحافظه الذين كثير منهم راوكم تتجولون ستتجولون وتجدون كل ما يسركم ان شاء الله. شكرا لكم جماعة، الله بكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. ما ادري ابو حسام سم نتجهنا للجوله ولا اعجبك الجو هنا؟ اي لا 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 اكيد ودنا ناخذ لنا لفه في هالجو الحلو. فتبدا تبغى نروح وين؟ والله ابدا الاماكن متعدده لكن برنامجنا محدد على قريه ايوه عوير الاثريه. ايوه قريه عوير. أيوة. تفضلوا اذا نواصل للدحل. شكرا ابو خالد. طيب الله يوفقكم. تخوين ابو خالد والله ظروفي الان عندي ارتباطات وعندي كذا، انا سعدت بكم وبوفدك المرافقين معك وشكرا. يسعدكم معنا وزميل الاستاذ مهدي الله يعطيه العافيه سيشارككم وهو الممثل الاعلامي بس واسطه العقد بيننا وبين كل من يزور هذا المحافظ. شكرا لكم الله يعطيكم العافيه. شكرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذه قرية عوير الأثرية طبعا فيها الأهالي كبار السن ينتظرون في الجهة الأخرى ومعاهم العم أبو علي وأبو عبد الله، الأشخاص دول عندهم تفاصيل القرية كلها عايشين بالقرية هنا. أي موجودين هنا وممكن يعطونك أي معلومة أنت تحب تستفسر عنها. الله يسلمك. تفضل نروح لهم. أي تفضل. يلا يلا بسم الله. إيه البيت هذا يا أبو علي متى انبنى ذا اللي إحنا فيه؟ أول ما بني في عوير المبنى مبنى حكيمة هو هذا البيت. هذا البيت أول بيت انبنى؟ أول بيت بني في عوير هذا البيت. إيه أول شيء. كم كانوا العوائل اللي في عائلة واحدة ولا أكثر؟ في 15 عائلة لجل أخبرانا. إيه وأروح فيه لجل البيت هذي. إيه وبجنبه كان فيها العوائل. إيه في 15 شقيق ثلاثة طابق وكل طابق ثلاث شقوق. إيه ثلاث طوابق هو. إيه وثلاث طوابق ثلاث. لحم عدل للثري. طابق ذي وذي. ثلاث. عندنا الطابق على أكبر دور. وكل طابق ثلاث شقوق وكل شقيق فيه مل. ما شاء الله. يعني يشبن فيها القبس. أي. نعم. صحيح. على ما ترى كان في 15 دور. ينقص ولا البيت ويعمدون مع بعضهم. واليوم. نحمد الله ونشكره على أخوه ما عاد يقعد مع أخوه. سكنت في بيت من هالبيوت أول ولا؟ سكنت في بيت من هالبيوت زمان يومك صغير. يوم أنا صغير سكنت فيه. هذا بيتنا. هذا بيتنا. سكنت هنا؟ إي والله.
وبالنسبه للحصى هذا تقول تجيبونه على جمال؟ على جمال ما سيارات ولا حب على جمال. ما يجي بعد ما ظهرت القلابه تعد وما قبل والله غير على جمال نقدر عمل الجبال ولا بالحصى تياك. بنيت معهم انت؟ لا ما لا على الدف اشيل حجر فوق واحد وما نبني ما اعرف ابني. صحيح. كم كان عمرك في هالوقت؟ اليوم؟ لا 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 يوم كنت تشيل معهم 15 سنة ما شاء الله. ولي 20 سنة ومديت للطايف 4 مدات بخشب أبيع في الطايف 4 مدات لجتي ما يصلد ولا على الجبل ما شاء الله. والله ما كذبت والله واخذي مع ناس ما هداهم يا شد الجمال ما أقدر ما أقدر عالهم الجمال أنا عمري من 15 يجيبون حصات كبيره وبعدين تكسر هنا يجيبون حصات وكسرها تكسر هنا ها كسرت وقلنا فوق الجمال شبك فيه تعبناك يا عم خلف معنا يلا امشي بعد تفضل هذه المداخل اي البيوت هذه اللي قال لها طريق البيوت مشتركه طبعا مشتركه بين القبيل اي لا لا البيوت هذه كل لها بيت طبعا لا كل عاد يعرف منزله وكل يعرف مزرعته وكل المزارع اللي ورا ذي تابع للقري تابع للقري وكل يعرف مزرعته وكل يعرف الموقع اللي هو يخصه طبعا كان في تلاحم كان في طبعا جبره بينهم وتكاتف ومخوه وتلاحم يعني كان الطارق منهم يفديه خويه بدمه من الأشياء الجيدة في الموضوع هذا إنه مثلاً أهل تهامة في أيام الحر الشديد كانوا يقمعون هنا يسمونها حلية يحلون عند أهل القرية الحلية اسمها أيوة حلو يعني ثمرة يجي للبيت لثمرة معينة كل صديق يجي عند صديقه طبعاً المنطقة هذه كانت مجتمع للقرية جماعة القرية كلها كل يعني الساحة هذه الساحة هذه لو جاءهم ضيف أو مناسبة أو اجتماع بينهم شورى أو اجتماع لرأي يتفقون عليه أول شيء أو العرض مناسبات الجوازات أي نعم كان الموقع هذا هو مع طرف القرية جمعي للقرية نعم ها شفت كيف صحيح فكانوا يجتمعون هنا شورتهم واجتماعهم وسواليفهم وهنا دائما في الأعياد وفي المناسبات كلها يشور عليهم كلهم مش معله. أستاذ عبد الرحمن. يعني أجواء جميلة جداً صار. جداً ما شاء الله. لا وملهمة للشاعر والفنان التشكيلي وشيء جميل جداً في هذه الأماكن التراثية. صادق والله. وبالمناسبة ترى يعني ممكن في طريقنا نمر على الفنان التشكيلي. أي. اللي يقوم يعني بتعليم بعض الهواة الفن الرسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طلع. حياك الله. الله يحييك. كيف عبد العوض الزهراني فنان تشكيلي. حياكم الله. عبد الرحمن المحارب التلفزيون السعودي. كيف حالك طيب؟ الله يسلمك. كيف الصحة؟ الله يعافيك يسلمك. ما شاء الله لوحتك عن ايش او تركيزك في ايش في الرسم؟ والله تركيزي عن الماضي. اي. بصفة عامة. اي. فحاول اشياء فقدت. اي تحفظها يعني بالرسم. احفظها بالرسم. يعني الصورة دي عن ايش؟ على القرية القرية نفسها اي والله كثير منها تهدم وكذا فعلى اساس ما شاء الله كتوثيق ها توثيق اي بس عبد الرحمن برضو الاخ عبد الله يعيد ترميم القرى القديمة يعني بالرسم يعيد ترميمها بالرسم للتوثيق للتاريخ اي صحيح فمعي مجموعة طبعا فيصل اي موهوب رسم ما شاء الله وغير كثير يعني انت تدرب الشباب على الرسم؟ نعم الشباب اي هذا الكلام. فمعنا فيصل انا قاعد نقدم على التدريب. يدرب الان في الطبيعه عشان ياخذ على طول الجو اللي عنده. لانه هو في رسم الرصاص قلم الرصاص ممتاز. ما شاء الله. فاحاول ان اعود على اللون. ما شاء الله. اتعود على اللون الزيتي واللون زي كذا. فما شاء الله عليه. يعطيك العافية فنان المندق بس إن شاء الله يا أستاذ عبد الرحمن يعني فقط فيصل ولا في عدد غير فيصل؟ والله في مجموعة كثير غير فيصل فالحقيقة ما في لهم محل يعني تبنيت المواهب هذه تبنيت المواهب نعم يعطيك العافية الله يعافيك شكرا لك هلا الآن نتجه إلى قرية أيضا لها علاقة بالتاريخ ولها علاقة اللي هي قرية رباع
في في قرى بني حسن. يلا نطلع لها اجل الحين. احنا كنا في قريه عوير الاثريه اي، والان في في قريه رباع. اي نعم. قريه رباع هذه احدى قرى بني حسن ولا لا احمد؟ نعم نعم. طبعا هذه القريه لها تاريخ من خلال قصيده مشهوره، ممكن احمد يعطينا المعلومات لانه اقرب الناس للشخوص اللي ارسل القصيده واللي رد على القصيده. نعم. وش قصتها في القصيده؟ بالنسبه للقصة القصيده هذه جت من جدي عبد الله رحمه الله اي الى الشيخ جار الله اللي هو جدي طبعا رحمه الله عندما غادر من القريه هذه الى نجد. كانوا اخوانهم؟ وهم اخوان نعم. أي. فكان الشيخ جار الله رحمه الله هو الاخ الاكبر. اي نعم. وهذا الشيخ عبد الله رحمه الله طبعا الاصغر، فاتجه الشيخ جار رحمه الله الى الرياض وعاش هناك مع ربعه لفتره سلموا على طويله. هلا هلا والله سهلا. هلا شلونك؟ كيف الحال؟ هذا ولدك؟ هذا ولدي نعم. ونعم ايش اسمه؟ هذا هاني طبعا. ونعم يا هاني كيف الحال؟ شلونك؟ طيب كيف صحتك؟ لن شاك حبيبي صغير محمد. ونعم يا محمد. طيب هذا ولدي محمد. يلا حيا. هذا هاشم. ونعم يا هاشم. ونعم مثل ابوك ان شاء الله. ونعم. فعاش فتره طويله هناك رحمه الله في نجد من اكثر من 12 سنه، فطبعا مع الغربه وكذا فارسل القصيده اللي هو جدي عبد الله جدي جار الله رحمه الله يقول طبعا في مطلعها ارسلها له بمناسبه ايش؟ ارسلها الـ 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 يعني فتره طويله غربه اشتاق له. نعم ولا اشتغل. ولا عليه يعني، يعني ولا عليه يبغى يرجع. وتعرف الغربه وايام زمان ما كان في وسائل اعلام ولا كان في يعني الاتصال او شيء، فطبعا اثرت عليه الغربه كذا وحن عليه في الرجل فايش ارسل له القصيده هذه اي اللي هي يقول مطلع البريد ولا اللي ما كان فيه حتى البريد قله يعني. أيه. ما كان فيه الا على الناس بيسافروا هناك. أيه. فارسلها مع احد من ربعه فوصلت للشيخ جار الله هو رحمه الله من جدي عبد الله رحمهم الله الاثنين اللي هي في مطلعها وبدايتها يقول الشيخ جار الله وش حدك على نجد الاقصى. فالقصيده يعني متداوله ومعروفه. يا الشيخ جار الله وش حدك على نجد الاقصى، وش كرهك في لقى ابن حسن وانحنى هلاك 11 عام وانا كل يوم اترجى حتى موزع بريد الطايرة من نيابة هجم علي وخذ مفتاح قلبي هربا ما نسمع الا جناح الطايرة يا يسامرونا وهو تحت الخطر خوف أهلا وكل ما جاء يفيق رجها الموت رجا يون من سم ثبنا انت لقات نيابة ولا بيلقى علاجه في بلاده لربه يستاهل اللي على بيت الحناش يا بيدا لا 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 يستاهل اللي على بيت الحناش يا بيدا. هذه منطقة حظوة أخي مهدي اللي كنا نتكلم عليها. هذه قرية حظوة. أي. طبعا هي وادي، الوادي هذا يقع طبعا الحظوة والقرية والوادي هذا يقع شمال محافظة المندق. أي. يبعد تقريبا 3 إلى 4 كيلو عن المحافظة. الوادي هذا كما تلاحظ أنه القرية جاية في وسط الوادي. أي. يتميز فيش اللي تتميز فيش القرية هذه؟ والله القرية بالوادي تشعر أنها هي من
احد الاوديه المشهوره عندنا في المحافظه بالزراعه طبعا لانها جايه على وادي وفيها انتاج توفر المياه مثلا اي متوفر المياه مياه الابار مياه الجوفيه متوفر ايضا في هذه المحافظه او هذه القريه عفوا المياه على مدار السنه ولا والله حسب مواسم الامطار لا شبه 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 يعني على مدار العام بالنسبه لهذه الابار طبعا الوادي انت ايضا تلاحظ انه جاي بعده سد اللي يحجز المياه الامطار وان شاء الله في طريقنا الان احنا نازلين نشوف السد وايضا ننتقل لغابه العمضان ملاصقه لقريه حضوه تشتهر طبعا الغطاء النباتي وكثافة الغطاء النباتي في هذه القرية فيها إنتاج زيتون لكنه صغير جدا يعني ما يظهر بشكل قوي كيف الحال عم؟ شلونك طيب؟ كيف صحتك؟ بخير أنت؟ الله يجزاك خير إن شاء الله وين رايح عويرة؟ لا والله رايح فقط رايح من هنا ما لي قريش يا الله يفك اطلع يا فهد تلاحظ الشجر هذا اللي امامنا استاذ عبد الرحمن اللي هو التين الشوكي ذا هذا التين الشوكي بالضبط هذا شعير هذا شعير هذا هذا شوف هذا الشعير هذا يبغى له شهرين كذا ثلاثه شهر لين يستوي لين يستوي الحصاد هذا هذا اللوز شو استاذ عبد الرحمن ما تعرفنا عليك اولا انت كيف؟ ما اعرف اسمك عطيه حسن الزهراني ونعم يا عطيه والله عطيه ونعم في عند بني مالك لوز يسمى اللوز البجلي اخي مهدي اي بالضبط البجلي ايش الفرق بينه وبين ذا؟ مسمى بس على الموقع اللي هو فيه اي ولا ما يفرق يعني شوف هذا لما يجف لما يجف الان تاكل انت اخضر لما يجف يطلع منه هذا نسميه اللباب اي هذا اللي يطلع بني اي بالضبط بعد ما يجف يبيعون مع مكسرات لا وغالي الكيلو حق ذا طيب طلع عمر شكرا يعطيكم الف عافيه شكرا يعطيك العافيه نشوفكم على خير ان شاء الله الله يسلمك شايف اللي قدامنا الان شايف اللي قدامنا الان نفس اللي شفناه هذا الشعير نفس اللي شفناه قبل شوي بس على مساحه اوسع طبعا ايضا نفس هذا على الامطار ها ايضا على الامطار بالضبط طلعتهم مش يستفاد منه؟ يستفاد منه ايضا في المحراث بعضهم ياخذون المحراث القديم هو اقوى من اقوى اي العراث اقوى بالضبط للخدمه ذي اللي هو حرث الارض اي يسمونه العود عندنا العود عشان قوي ما يتكسر اي قوي وله له شكل معين لابد يكون على شكل حرف ال حرف ال اي هذا سد الخرار اللي واقع في حضوه اي تكلمنا عنه قبل شوي اي طبعا يحجز المياه اللي جايه من وادي حضوه ودوس ما شاء الله كبير بالمناسبه محافظه المندق اختيرت مدينه صحيه عالميه بالمرتبه الثانيه بعد البكيري على مستوى المملكه طبعا ما شاء الله اي لمقومات عديده يعني لعل من اهمها سلامه المياه الجوفيه هذه من التلوث اي اي أيوة والله شايف ما يمنع نروح لهم ليش لا؟ ما في حرج ما لا ابد يا اخوي الا ينبسطوا بالضيف والله يلا حيهم حياكم الله السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله يلا حيهم يا هلا يا هلا حياكم الله يا مرحبا يلا حيهم يا ربي حيهم يا
يا ربي يوفقهم. حياكم الله. يا هلا. حياكم الله. يا مرحبا. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ يا مرحبا. حياكم الله. مساك الله بالخير. حياكم الله. طيب. يا هلا يا هلا. هلا بالشباب. حسن قم جيب القهوة. ايش اسمها هذه المنطقة طول العمر؟ من وادي اسمها محولة. اي. من الماء اللي قطعته من هناك وادي تربة. اي. إلى أن فوق عند السد، هذه اسمها وادي محولة. تابعة لأي منطقة؟ فيدك على طول عمرك. تابعة لمنطقة الباحة. لا قصدي شو؟ ايوه الآن محافظة المندق. اي. سلم. في حدود محافظة المندق. ما شاء الله الخضرة والأشجار. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يديمها نعمة. هات هنا يا ولد. طبعاً هذه مياه الأمطار اللي تنزل على بالحكم، على المندق، على النصبة، على بحرة، كلها تتجمع في الوادي هذا وتشكل مياه وادي برك، وتنزل على الوادي وادينا هذا محولة اللي هو يتبع المسير محافظة المندق، ويرتقي تحت 2 كيلو تقريبا بوادي تربة، ويصب في سد مدهاس، ومنه ينزل تحت على وادي عربة اللي ينشون فيه سد الآن حديث، يأخذون من مياه لمنطقة الباحة. وادي عربة هو موقع هذا. ما وادي عربة يبعد عنا تقريبا حوالي 50 كيلو من الآن. بينك ومن بين بني مالك هو؟ أيوه هو في بين بني مالك وزهران وبالحارة. كنا في وادي حضوة يا طول العمر نتمشى ونشوف السد هناك، وشفناكم قاعدين وقلنا ناخذ فنجان شاي معكم ونسولف معكم. حياكم الله. نستاذن الله يا طول عمر. الله يحييكم. والغداء الغداء هنا ان شاء الله. الله عمرك طويل. اذا سمحتم يعني. الله يطول عمرك ان شاء الله. الله يسلمك. وقت ثاني ان شاء الله محلنا. طيب. كرمكم الله ابو علي، كثر خيركم. سمعت تمثيليه بس وجه الله. الغداء الغداء جاهز. الله يسلمك. لا والله ما نقدر. ما نقدر ابو حسن. ابو حسن شوف احنا ما ندري ظروفهم، لكن انت تعرف ظروفهم. انا اعرف ظروفهم. الغداء قسما بالله جاهز المطبخ. الله يستر عليكم ويغفر. خذوا اسمع، خذوا لفك اسمع. ابو حسن ما ردكم على الواجب، لكن عندهم ضرب تصوير. طيب صوروا الساعه 2 يجون يتغدون. غدا جاهز والله. ابغى اكمل الجول شوي. لما عرفت الهروج الصادقه مهرجانا يا قلب ما وبحق تشتري لي وانا بيع، حتى ولو كان واحبابي علي يجنون، ما عيني اضيق ما دام ارضى ربي وساعه. جزء من وادي برحرح طوله يتجاوز يمكن 6 كيلو. وين يوصل من هنا؟ يوصل يتلاقى مع وادي ترب. اي بالضبط. طويل والله. كم كيلو تقريبا تتوقع؟ والله هو يتجاوز تقريبا 6 كيلو. ايه. شوف هذا راعي حلال هنا، راعي غنم. اي خلينا نشوف الغنم اللي عنده، ننزل نشوفها. اي ما يحتاج. يلا تفضل. مساك الله بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ يلا
طيب شلونك يا عم؟ طيب كيف حالك؟ عساك طيب طول عمرك. كيف امورك؟ ما شاء الله فرنت. كيف الحال؟ القوي رجال الله يقويك. كيف حالك؟ كيف امورك؟ عساك طيب. الله يسلمك. طيب نبغى لنا ذبيحه. ابشروا والله. ابداك سلمت. الله يحييكم. خيره الله عليكم في العشاء. الله يغليك ويستر عليك. الله عليك. الله يستر عليك. الله يجزاك بالخير ويسلمك. احنا مارين في هالوادي طال عمرك نصور وشفنا قلنا نسلم عليك بس. يا مرحبا ربي يحييكم والله. صور ما شاء الله ما شاء الله. حلالك طيب. لا بشكرك طيب. استاذ عبد الرحمن. الاستاذ عبد الله سعد. اي الان بيتحدث عن بعض الاشجار المثمره في الوادي. ما شاء الله. اذا بيعطينا فكره كذا. اللي هو وادي برحرح. وادي برحرح بالضبط. اي نعم. يعتبر وادي برحرح من اشهر الاوديه وقصبه منطقه الباحه عامه. اي وبمحافظه المندق خاصه. ويسكنوا يعني بعض اهالي قبائل دوس بني فهم. ويشتهر هذا الوادي بانتاج العديد من المحاصيل الزراعيه. فمن اهم يعني المنتجات الزراعيه زراعه القمح وادي برحرح وكذلك زراعه الشعير. اما اهم الفواكه فالعنب والرمان وغيرها من المنتجات الزراعيه. اي نعم. ينزل للسوق مثلا شيء من الاشياء هذه ولا بس؟ نعم بعد الانتهاء من حصاد هذه المنتجات الزراعيه. قصدي كمياتها كبيره. نعم كميات يعني كبيره تنزل الاسواق الشعبيه بمحافظه المندق. اي وبرا. نعم. المندق قد يكون اذا كان زاد الانتاج خلال السنه. أي. وقد يكون يتم يعني البيع في بعض الاسواق خارج محافظه المندق. اخي مهدي المكان هذا اللي هو وشو؟ طبعا بعد ما جينا من سد حضوه. اي الخرار وادي حضوه. الان احنا في مدخل قريه الجبور. الجبور. أي. نعم. هي قريه الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه. والان الاستاذ سعود بن خضران الزهراني. مرحبا اخي سعود. المشرف التربوي. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ شاء الله طيب. التاريخ ايضا تاريخ المنطقه يعني. ما شاء الله. لكن يعطينا فكره عن اهميه هذه القريه تاريخيا. ذكرت في أكثر كتب التاريخ بأنها مسقط رأس الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. تعبناك اليوم في الهواء قوي صاير ما شاء الله في رأس هالجبل. دائما الهواء عندكم زي كذا ولا مواسم؟ والله مواسم. الآن بدأ الجو يتغير واختلاف بين فصل وفصل آخر. الله يسلمك. الله يحفظك. أنا بغيت أسأل بس الأستاذ سعود، كم تبعد القرية هذه عن محافظة المندق تقريبا؟ تقريبا حدود 10 كيلو. 10 كيلو تقريبا. طيب في مواقع يعني تاريخية لها ارتباط بهالقرية؟ يعني قرية أبو هريرة؟ عقب ذي منعة. عقب ذي منعة؟ ذي منعة نعم، التي كان يسلكها أبو هريرة في طريقه بين قريته ومكة المكرمة. إيه نروح نشوف العقبة هذه؟ إن شاء الله تعالى. يلا نروح بس. يلا مشي. هذه عقبة ذي منعة الذي كان يسلكها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه في طريقه من رضي الله عنه من قريته مسقط رأسه الجبور إلى مكة المكرمة. وهذه القرية هذه العقبة كانت قديما يسلكها الناس لنقل بضائعهم من السراء إلى تهامة. كم طولها هي تقريبا العقبة؟ طولها قرابة 12 كيلومتر. أبو سعيد. نعم طال عمرك. اللي قاعد في مثل هالمكان ما شاء الله مع الوجيهة الطيبة ما عاد وده يقوم. والله طال عمرك. نحن المحل هذا يعتبر منتزة على الديرة والذي يجينا زوار من خارج المنطقة. هذا اللي اسمه الخلب. ها هذا الخلب نقوله. هذا المنطقة جبل هذا يسمى جبل الخلب. إيه. وتلقى وقت الصيفية طال عمرك ما تحصل لك موقع رجلك من كثر الزائرين اللي يجوا للمنطقة هنا. تلقى القباب هذه كلها مخيمين عليها الزوار اللي يزوروا المنطقة. ما تطلعون أنتم. ونحن طال عمرك نفتح المجال لغيرنا اللي جاي من خارج المنطقة. نقول انتم الضيوف ونحن اهل الديره ونبدين كلمه الضيوف. نحن رجع على بيوتنا. مرحبا هيل عد السيل. مرحبا هيل عد السيل بزاير المنطقه. كفو والله. اي والله ابو سلطان وش سالفه الرجال اللي والله انا طال عمرك جاني واحد قدام سنتين عند المزرعه حقتي وعندي اشجار كبار. اي ولا حسبت انه يعني انه يبغى من المصيفين. اي مرت من عنده سلام عليكم. عليكم السلام. ما قعدت مشيت. اي زامني تعال يا عم
قلت نعم. قال المحل هذا لا قلت ايوه. قام من جاي؟ قلت انا جاي من بيتي. كنت من جاي؟ قال جاي من جهه المدينه. اي ابغى اجلس هنا ثلاث ايام اربعه. قلت حياك الله اجلس. سلم. شغلت له الماطور حق البير وعبينا دبات حقه المويه عنده وخزان. وقعد اربع ايام يروح الصباح لين قرب المغرب يرجع في المزرعه حقتي. ما ادري اخو خالد الجو المندق اثر عليك وصرت شاعر ولا شاعر بالوراثه؟ والله الغالي اهل المنطقه كلهم شعراء. الجو هنا ترى شاعر يا ابو حتى اللي ما يمارس الشعرين. وش بتقول لنا بهالجلسه؟ والله بقول قصيده جنوبيه مجالسي، والمجالسي فن من فنون المنطقه. ايه وش غير المجالسي؟ في المسحباني وفي العرضه وفي فنون كثيره. ايه وكل واحد يختلف عن الثاني. كل فن طابع خاص. نعم. اي حق المناسبات والعرضات والهذا اللي المناسبات اللي هو العرضه. اي والمجالسي المجالسي هذا ينقال في الجلسات اللي زي كذا. اه وسمي مجالسي على اساس ينقال في الجلسات. اي وغيره؟ والله في الوان كثيره يعني كثير في المنطقه. أيه. في الزمل وفي اشياء كثيره. اي بتعطينا مجالسي الحين؟ اي نعم. يلا تفضل. يا لا 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 يا الله يا عالم بالخافيه والظهيره يا الله يا عالم بالخافيه والظهيره استر عيوبي ولا يدنس مقامي بد الناس يا عالم الغيب يا ملجا القلوب المتاعيب لا تجعل المقبل من العمر مثل المقفي ولا تهبني لعشاق الشمايت قضيه يا لا 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 ولا تهبني لعشاق الشمايت قضيه. سلامتك. ما شاء الله يتقبل دعاك. دعاء هذا ها. ان شاء الله دعاء الجميع. ان شاء الله يا رب العالمين. اخوي ماجد ظاهر الجلسه طلعت شيء. شوفك تتحرك بتقول شيء. تفضل. غزليه طبعا هذه القصيده. اقول يا صاحبي لو فرقت بيننا الاقدار يا صاحبي لو فرقت بيننا الاقدار حلفت ما بنساك لو صار مهما صار ويحبكم يبقى في قلبي عزيز مقدر لو غابت الانظار تبقى حبيبنا يا لا 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 ما شاء الله على الوفاء. ما قصرت الله يعطيكم العافيه. سلام يا سعود. نعم يا ماجد. هات القهوه هات الشاي. ابشر بالشاي. تسلم الله في عرسك الجماعة ان شاء الله ولا متزوج قضيه في عرس اولاده ان شاء الله. لا يلا الله ما الحين تسمع بعدين روح البيت ما عاد يضوي. لا نجني عليه ها. يا لا 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 يا الله يا عالم بالخافيه والظهيره يا الله يا عالم بالخافيه والظهيره استر عيوبي ولا يدنس مقامي بد الناس يا عالم الغيب يا ملجا القلوب المتاعيب
لا تجعل المقبل من العمر مثل المقفي ولا تهبني لعشاق الشمايا تقضيه.